يا شباب صوت يا عيال. الفريق الأزرق خلص طبقهم. تفضل تفضل معي تفضل. هذا طبقهم بندوق عصير الليمون. هذا هو الطبق جاهز. فيها بطاطس فيها صلصة معجون. بدي اغني اضبطك. خل 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 اصبر 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 اصبر. انت ايش تجي تجرب انت؟ صل على النبي. انا المدير انا اللي اقيم اخوي. تعال الان يلا خلاص شباب نجلس. تعال تعال خلي عشان الكاميرا يشوفون المشاهدين. خالد انت من اين تفهم يا خالد؟ ابعد من قدام الطول. تعال فريقينا جننتونا واصمقتونا. طبعا الطلب ناقص ترى بس انه مشينا الامور. تعال كذا تمام. هذا وانا فاشل كوكو ذوق مع ليمون بشو ليمون. طيب وين رايح؟ طرد الحين خله هنا خلاص تكو. طب وراك يبرد يخرب. تك يا محمد جرب. طيب تك بجرب. تك اجلسوا. ايوه فصل اخضر تفضلوا. جرب. طيب يا اخي بنجرب يا محمد مو بالحين بنجمع الاطباق كامله. تفضل يبرد. لا اله الا الله. جرب عشان ذوق بيبرد. طيب يا اخي اجلس بجربه. اخضر يلا يا اخضر بدا وقتكم من الان يا اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اجلس يا ازرق اجلس ولد شوي محمد. بسم الله قلنا فيه بيض. تعرفني فيها بطاطس ولا لا؟ فيها بيض. اصبر فيها بطاطس. اقسم بالله شغل في المخ. وليمون ها والله. بسم الله اسالك بالله سألتك بالله كيف؟ لا تسألني والله ما حلو. لا تسألني والله ما حلوة. أنت حاقد علي وعلمني. لا تسألني وش اللي يا تقيمني يا فل يا حاقد نظامك أبو حسين. بسم الله خلاص خذ حبة خلاص ما زعلتك عن زعلتني أنا. خلاص خلاص بسم الله. أنت كنت حبتي الحين يعني إيش يعني؟ حطيت ليمون ما أحب الليمون. يا سلام. اسمع الحين كيف الطريقة؟ هذا نخليه بعدين. طيب باقي لكم 40 يا محمد درجة. كنترول احسب 15 درجة من 40. ليش؟ بالنسبة لي أنا بالنسبة لذوقي عادتي 15. 15 من 40 15. باقي لك 50 جمهور. 15 من 40 محمد صافك على لا تجزم أنت اللي تستخدم. شوف هذا ايش فيه 15 من 40 ذوقي يا أخوي لازم صفقنا يا شباب. سم يعطيك العافية يا أستاذ. اجلس. محمد القحطاني. ها؟ محمد القحطاني غرفة المشربين. محمد محمد القحطاني غرفة المشربين. ايش غرفة هو في غرفة المشربين؟ نزل ده غرفة المشربين هناك. يلا الغياب علمنا المشربين وين الغياب هناك. علم راشد بس.